لكل عالم رياضي أساسه الخاص به، والأساس لا يورث بل يكتسب من خلال التكوين والتكيف. هذه خلاصة الكلام قبل الغوص في بحار الساحرة البرتقالية التي تدحرجنا مع كرتها لنجد أنفسنا بين أحضان أحد أعرق النوادي في العاصمة. لكن هذه المرة كان الموعد مع سلة الفئة الصغرى لنادي حسين داي. سبحان الله، الاستراتيجية تاعنا سي لا فورماسيون. لي شامبيون دافريك خرجوا منا يا بكره السله. احنا بدينا ملي كنا صغار، احنا تربينا مع الناس اللي كانوا يديروا كره السله، كملنا معاهم. ولان عشق رياضه يولد ولا يورث، لامست كره السله مشاعر هؤلاء الشبان الصغار منذ نعومه اظافرهم. والدي قالوا لي الى تجي دير باسكت، ومن بعد جابوني لهنا نونطريني، بديت معاهم عندي عام اللي بديت. جات فطريين الغريزه تاعهم، تبعوا الام تاعهم وخلقت فيهم الحب هذه تاع كره السله. وبالرغم من ان نادي الدم والذهب يعتبر خزانا من حيث اللاعبين وسوقا ناجحا تنتقي منه الفرق الوطنيه افضل الرياضيين، الا ان المشاكل تابى ان تغادر هذا النادي. باسكو ما جابوناش بالونات، ما قدرش نلعبوا في لاصال باسكو بسكو ما سم زم سقموه، كتبش تخلى ما تقدرش تلعب، مش مخال حال. ماذا بيهم يسقمونا شوية سطاد يكبروه، وماذا بيهم الصالة مخربة ويسقموها لنا شوية ونلعبوا فيها. تسمع دوك مساكين راهم يجوا كاع بلي موان تاعهم، تسمع اللي عنده باباه قادر يقدر يدير باسكت، اللي ماش قادر باباه مسكين ما يجيبش بالون. حنا نعطولو بالون ولا ندبرولو ولا ما كانش والو، ونعدمه كيما يقولوا. انا كان سطاد مازال ما خدموش مليح، وكان بالونات مازال ما جابوهم. وبالرغم من كل المصاعب والعراقيل، إلى أن نادي نصر حسين داي يبقى مدرسة حقيقية تكون مواهب مميزة لتصنع مستقبل السلة الجزائرية.